الفقرة التعليمية بصباحنا لازم كل صباح نحن نضوي عليها، نضوي على المراحل التعليمية وكيف عم تتطور وكيف نحن عم نواكب تعليم أطفالنا. فأكيد المراحل التعليمية الأولى هي البداية الحقيقية لعملية التنمية من الناحية الفكرية أكيد، وإكساب الطلاب المهارات والمعارف المتعددة. اليوم رح نحكي عن تأسيس المرحلة، شو هي مرحلة الحضانة، شو هي مرحلة الروضة، مراحل الابتدائية، كيف فينا نحن نواكب طلابنا، نواكب أبنائنا بالتطورات بالتكنولوجيا وإدخالها بالعلم ومواكبتها بالمدارس حتى لو الظروف صعبة، نحن كيف عم نتطور مع أبنائنا وكيف عم نطور الكوادر الدراسية، عفوا المدرسين، كيف كوادرنا عم نطورها لحتى تتلائم مع جيل جديد. رح نحكي أكثر من هذا الشيء مع الأستاذ سليمان اليونس مدير التربية في دمشق. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أستاذ، هيك خلينا بالبداية، يعني في هيك مصطلحات نرددها، هي الحضانة، رياض الأطفال، والروضة، تربويا شو بيفرقوا عن بعض؟ هلا هي مرحلة الحضانة هي مرحلة بتكون من بداية ولادة الطفل حتى عمر 3 سنوات، هي تعتبر هي مرحلة الحضانة. طبعا في دور الحضانة تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تتبع أحيانا لبعض المديريات أو الوزارات، لأمهات الموظفات أحيانا من أول العاملات بحطوا أبنائهم للرعاية. صحيح. هي تنتهي مع حالة الرعاية والمتابعة الصحية لتلك المرحلة. مرحلة رياض الأطفال هي مراحل متعددة تختلف جذريا عن مرحلة الحضانة، لها مناهج دراسية معينة، لها طريقة تدريس، لها طريقة تعلم، لها طريقة تفكير تتناسب مع هذا السن، طبعا متدرجة من عمر 3 سنوات ووصولا إلى 5 سنوات. نعم أستاذ، خلينا نحكي هيك ونركز بنقطة، ما في أكثر من الجاردريات بالبلد، من الحضانات بالبلد الخاصة، خلينا هيك نروح شوي ونحكي عنها، يعني وين ما رحت في موجود بأسماء كثيرة، أسماء ويمكن بمبالغ صارت خيالية عم تكون عبء كثير كبير عند الأهل. اليوم شو هي الشروط يلي لازم الأهل ينتبهوا لها بدور الحضانة حصرا لحتى نحمي أطفالنا، إن كان من ناحية اللعب، إن كان من ناحية الغذاء، إن كان من ناحية الأعداد يلي عم تكون ضمن المكان، إن كان من الكوادر التدريسية، كيف نحن لازم هيك ناخذ بعين الاعتبار لحتى نختار مكان صحيح بلائم تربية أطفالنا؟ هلا بالنسبة، هو سؤال واسع. أوكي. بالنسبة لفكرة رياض أطفال، سواء كانت روضات خاصة أو روضات تابعة لوزارة التربية أو روضات تابعة لنقابة المعلمين، هلا كلها تصب في فكرة واحدة وهي استقبال الأطفال ما دون 5 سنوات، طبعا ضمن مناهج محددة محددتها وزارة التربية، تشرف عليها مديريات التربية والتعليم الخاص بمديريات مختلفة. هلا بالنسبة لعملية الرائز عند الأهل، هلا تختلف من فكرة الأهل، هي فكرة مجتمعية. هلا أحيانا بنشوف بعض الأهل بهمهم ما بين قوسين نسميها نحن البرستيج، يعني أنا بهمني إنه أنا أحط ابني بهذه المدرسة ذات الاسم المعين، ذات الماركة المعينة. أحيانا بنحول اسم المدرسة من اسم عربي لاسم أجنبي حتى تعطيني نوع من يعني البهرجة المعينة. طبعا هذا بخص الأهل. تمام، وهذا أحد الروائز اللي بيعتمدوا عليه الأهل، وطبعا هن حرين بهذا الموضوع. وفي عندنا نحن بعض الرائز الثاني، أحيانا الخلاف بيكون ما بين أسعار. هلا أحيانا بنشوف إحنا حالة التفاخر كمان موجودة عند بعض الأمهات، وهذا عبء أحيانا على الزوج. تمام، حتى أنا يعني افتخر إني أنا حطيت المبلغ الفلاني في هاي الروضة. هلا أحيانا هذول بيكونوا غالبا نوع من الرفاهية ليس لها معنى. نرجع نحن للمفهوم الروضة. الروضة هو بحد ذاته في منهاج محدد، المدرسين مختصين بالعمل والتعامل مع الأطفال. غالبا رياض الأطفال لا تتعامل مع، يعني أنا ما عم بعطيه مادة درسية للطالب، أنا عم بعطيه، وهون اسمه طفل وليس اسمه طالب يعني، فهون احنا ما عم نعطيه مادة درسية. احنا أحيانا بنشوف بعض الروضات
انه انا بدي اعلم الولد مثلا القران الكريم او بدي احفظه مثلا مجموعه كبيره من الاحاديث او مجموعه كبيره من القصائد، انا هون عملت له حاله ارهاق. هلا الولد كطريقه تفكير وكحاله دماغيه عند الولد طبعا قادر انه يحفظ الكثير لانه ساعته يعني عنده طاقه هائله، ولكن احنا هون وضعنا الطالب حاله ارهاق. في عندنا نحن برنامج معين، الطفل لازم اكبر قدر ممكن يلعب، يتعلم عن طريق اللعب، يتعلم عن طريق طبعا بيحفظ اغاني، بيحفظ قصائد، نبحث عن الميول الموجوده عند الطفل مثلا مثل الموسيقى، مثل الرياضه، مثل الرسم، تمام؟ ونحاول نحن ننميها. طيب خلينا نحكي استاذ عن رياض الاطفال اللي تم الحاقه بالمدارس، فينا نقول عم نحكي عن اهميه هي الخطوه، المعايير اللي موجوده ب هي الصفوف يلي عم تكون، مين الاشخاص اللي بيقدروا بيحطوا اولادهم برياض الاطفال، وخصوصا اذا احنا عم نحكي هون عن مدارس حكوميه. هلا بالنسبه نحن بمديريه تربيه دمشق طبعا نحن هون في عندنا رياض مستقله موجوده اما مع المدارس واما مستقله لحالها، طبعا لها برنامج محدد. وفي عندنا نحن برنامج استعدوا اللي هو للأطفال اللي عمر 5 سنوات، يعني قبيل دخولهم إلى المرحلة الحلقة الأولى، كمان هنا ضمن برنامج محدد. هذا اللي كنا نقوله أول مستمع. نعم، هذا اللي كنا نقول أول مستمع، يا دوب كنا نسميه مستمع. مستمع بالضبط. صح. كنا نسميه مستمع اللي هو برنامج استعدوا. يعني هي الفكرة أنه أنا سأنطلق إلى المرحلة الحلقة الأولى، طبعا في منهاج محدد اللي هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية وبعض النشاطات اللي لها علاقة بالحياة العملية. نعم أستاذة، يعني اليوم عم يفوت الطفل على الحضانة أو على الروضة خطير من وراء يعني النت، مواقع التواصل الاجتماعي أو يوتيوب أو يعني أي شيء تكنولوجيا، خلينا نقول هي التطورات هل هي يعني ممكن تكون موجودة بروضاتنا، ممكن نواكب في لغة إنجليزية قوية عم تكون عند الأطفال عم يفوتوا، يمكن يعني خلينا هيك نحكي عن التطورات، عن التكنولوجيا، هل بالحضانات عم يكون في هذا التطور؟ قصدك الروضات؟ الروضات والحضانات. الحضانة يعني الحضانة هي مرحلة، أنا حتى بسؤالي الأول كنت عم مركز شوي على الحضانة. هي معدون الثلاث سنوات، هي معدون الثلاث سنوات، هو يعني ما هو عم يتعلم بعض الحركات الحياتية من السنة بصير. هلا هون كثير أحيانا بصير عندنا خلط بهذا الموضوع، يعني موضوع كبير، هي فكرة أحيانا تشويش الطفل بأعمار ما دون السنتين ببعض الكلمات اللي قد تكون هي ليست في مكانها، يعني انا مثلا ما دام قال له 5 قال له 5، تمام؟ هلا الولد اول شيء بيتعلم لغته الام، تمام؟ بعدين بننطلق معه، فبتلاقي الطفل احيانا دخل بحاله خليط، يعني لسه هو لغته الام ما تعلمها، تمام؟ فنحن بنخلط ما بين الامور، هي ترجع للاهل احيانا، وبينبسط الاب لما بشوف انه ابنه عم يقول 5 بدل ما يقول 5، حلوه هي بس يعني غير مفيده بالنسبه لها الطفل. مرحلة رياض الأطفال هي طبعا التكنولوجيا هي صارت هي جزء. يعني أنا لما بكون بفكر قبل 20 سنة أو هلا، طبعا الولد عم يولد قدامه نت، قدامه موبايل، قدامه برامج، قدامه أجهزة. هلا أنا بعده عنا حالة خطأ، أنا لازم وظفها لصالح هذا الطفل، تمام؟ إنه هو بجميع الأحوال عم يستعملها. طبعا برياض الأطفال نحن عنا بمدارسنا طبعا مستخدم تكنولوجيات، الطفل عم يتعامل مع التقنيات احيانا الحاسوبيه طبعا ضمن الامكان، يعني طبعا عم يبدعوا الاطفال بهذا الموضوع. لما نحكي عن المنافسه اليوم بين رود الاطفال الخاصه او طبعا الجهات الحكوميه، دائما بتكون الانظار كمان غير الوسائل التعليميه موجهه للكوادر التدريسيه اللي موجوده. خلينا نحكي عن المعايير اللي لازم تكون اليوم بالكوادر، في منهاج معين يتبع هو يعمم على كافه هي يعني هي الدور، كمان كيف يتم متابعته من قبلكم؟ هلا نحن بالنسبه للرياضه التابعه لوزاره التربيه بمديرياتها المختلفه، طبعا نحن كان في مسابقه معلمين اختصاص رياض اطفال، طبعا خلينا نحن نحكي بكل صراحه جميع معلميننا في رياض الاطفال نحن بدمشق هم خريجين
معلم صف او اختصاص رياض اطفال، اي هم مختصين في التعامل مع الحاله الطفليه ومشاكله والتعامل معه وطرق تدريسه. هلا المدارس الخاصه طبعا يعني يختلف احيانا من هو الذي يدرس في رياض الاطفال. هلا الحاله التنافسيه ما بامكاننا نحن ان نحط حاله مقارنه كوننا لا يوجد روائز بهذا الموضوع. يعني انا مثلا قد اكون مدرسه الروضه العامه لا يوجد فيها وسيله نقل، المدرسه الخاصه فيها وسيله في نقل. هلا هون ليست تعتبر وسيله يعني جهه مقارنه، تمام؟ هلا الروضات الخاصه قد يكون شكل المقعد يختلف شوي عن شكل المقعد في روضاتنا العامه، كمان برجع بقول هذه ليست للمقارنه، اما كمناهج مناهج موحده ما بين الرياض الخاصه والرياض العامه. تمام، يعني حتى الكوادر هن نفسهم ممكن يكونوا هون ويكونوا هون. اليوم المدارس الخاصه بشكل عام، ان كانت من حضانه، ان كانت من روضه، ان كانت من ابتدائيه وثانويه، هي صارت يعني شئنا ام ابينا من يعني من امورنا الحياتيه الهامه، والناس يمكن كثير عم توجه لهون ولهون، ولكن دائما بنقول انه مدارسنا العامه هي احسن، بعيدا عن الرفاهيات الزايده يلي نحن ما نقدها، يلي نحن عم نمر بظروف صعبه. اليوم قديش مهم نركز على الأخلاق بموادنا، قديش مهم نركز على التربية بموادنا، قديش مهم إنه نبتعد بقى عن إنه يعني ممكن نحط ابننا بمدرسة خاصة ونحن ما قدرانين نطعميه، هي بس حالة مثل ما ذكرت أستاذي من البروزة أو إنه أنا مواكب مثل جارتي أو مثل رفيقتي. خلينا نحكي اليوم عن الأخلاق، الإنشاء النفسي يلي الطفل اليوم شوي عنده عدم توازن بسبب الحرب، بسبب الظروف، بسبب الأوضاع، إن كانت بالعامة ولا بالخاصة. اليوم نحن كتربية قديش عم نركز على هذا الشق؟ هلا نحن بالنسبه لوزاره التربيه الشق بما يتعلق بالتربوي نحن عم نشتغل عليه. هلا نحن بالنسبه للتعلم الوجداني صار جزء من البنيه التدريسيه بمناهجنا، حتى وصلنا للمرحله الثانويه بمفهوم التعلم الوجداني. طبعا التعلم الوجداني اللي هو بيزرع عنا الاحترام، حب الوالد، حب الاهل، حب المكان، التمسك بالمكان. طبعا التمسك بالمكان يبدا من الاسره وينتهي بالوطن. حاله المواطنه، الحاله الوجدانيه بالنسبه للعلاقات ما بين الاخر وعلاقتي مع الاخر. طبعا مناهجنا زاخره بهذا الموضوع، ولكن هي التربيه هي حاله مجتمعيه مرتبط فيها الاهل، قناعات الاهل، البيئه، النوادي، المنظمات والمدرسه. احنا دائما بنقولها اي طفل سيء هو ناتج خطا موجود احد الثلاث، اما البيئه واما المدرسه واما المكان اللي بيكون هو موجود فيه. يعني الولد لا يولد من بطن امه سيء، انما قد يكون في شيء خاطئ بهذا الموضوع. بالموضوع دائما احنا بنقول للاهل دائما خليكم شركاء لنا في عمليه التربيه والحاله الاخلاقيه والوجدانيه للطفل. يعني لا تحسس ابنك انه الاستاذ بلحظه من اللحظات هو سيء، قد يخطئ الاستاذ برده فعله، ولكن هذا لا يعني ان المدرس سيء. وانا احيانا بجي انهال بالشتائم على المدرس امام ابني، فهنا فقدنا حاله احتراميه ما بين المدرس وما بين الطالب. يعني احيانا كثير بنشوف عند الاهل انه انا بكره رايح على المدرسه لاعمل وساوي وكذا، لا ما بصير هذا الحكي، تمام؟ حتى لو كنت انت في عندك حاله انزعاج من الاخر، تمام؟ لا تظهر قدام ابنك، لا تحكي على المدرس قدام ابنك، لا تحكي على اخوك قدام ابنك، لا تحكي على ابوك قدام ابنك، لا تحكي على جارك قدام ابنك، تمام؟ حتى ما يفقد حاله الاحترام ما بين الطفل وما بين الكبير. تمام. بسؤال ختامي ولو سريعا، خلينا نحكي اليوم كيف بتقيموا واقع رياض الاطفال؟ اذا في خطوات اليوم رح يتم العمل عليها اكثر لنهوض اكثر بواقع فينا نقول هي الفئه او هي الروضات. هلا نحن دائما في حاله متابعه، دائما القرارات الوزاريه تتابع تفعيل وتنشيط. في شيء جديد رح يكون قريبا؟ رياض الاطفال طبعا دائما في مركز تطوير المناهج دائما يعمل على ايجاد اشياء جديده بالنسبه للمدارس
رياض الأطفال وتطويرها ومواكبتها. المركز الإقليمي للطفولة المبكرة له نشاطات كبيرة بهذا الموضوع. يعني بالنسبة ل يعني ونزعم أن رياضنا إن شاء الله بخير وتحاول أن يكون مخرجاتها بشكل ممتاز. نعم إن شاء الله، يعني نتمنى دائما أطفالنا يعيشوا مرحلة طفولة صحيحة ويتعلموا كل شيء صحيح، وهيك يكون في توازن بشخصيتهم ويكون في تعاون بين المدرسة وبين الأهل. شكرا كثير لك أستاذ، شكرا كثير لمديرية التربية بدمشق أيضا يلي عم تسعى دائما لحتى بناء جيل يكون واعي وقد حاله، وجيلنا يلي نحن ناطرينه يبني سوريا. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا.